التلاميذ مع درس جديد اللي هو درس الحرب العالمية الثانية. درس بسيط 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 جدا، غنحاولوا ندير واحد القراءة المحاورتها وقراءة سريعة. هي في الحقيقة لا تصل إلى أن تكون شرح للدرس أكثر من ما تكون، أنها فقط قراءة المحاور نظرا لبساطة هذه المحاور. المحور الأول الحديث عن الأسباب، أسباب الاندلاع، أسباب اندلاع على الحرب. اندلاع الحرب العالمية الثانية نتيجة مجموعة من الأسباب، وعندما نتحدث عن الأسباب يجب أن نميز فيها بين أسباب غير مباشرة. لاحظوا، أتحدث عن أسباب غير مباشرة، ركزوا معي في كلمة أسباب غير مباشرة بصيغة الجمع. فهذه الأسباب الغير مباشرة، هناك قساوة معاهدة فيرساي على ألمانيا، سواء ماديا عسكريا ترابيا. لاحظ أنها تعرضت لشتى أنواع التبخيس، لشتى أنواع التحقير، يعني جعلت من الألمانية يظهر ضعيفا، وبالتالي كانت هناك النظرة إلى الانتقام والعودة إلى القوة الألمانية والجرمانية. هناك تأثير للأزمة الاقتصادية العالمية على أوروبا خاصة وعلى العالم عامة، ووجدت أن تجاوزها يكون بالتوسع. وفق هذا ظهور الأنظمة الدكتاتورية، أتحدث عن النازية بقيادة هتلر بألمانيا والفاشية بقيادة موسوليني بإيطاليا. بدأت ألمانيا بعد وصول هتلر بخلق بنود معاهدة فيرساي، خرقتها عندما رفعت من عدد الجنود، عندما سلح الجيوش الألمانية، عندما زحف على منطقة الراين. إذن بعد كنتكلم على السياسات التوسعية للأنظمة الدكتاتورية، وهنا الحديث عن الإمبراطورية اليابانية التي توسعت بالمحيط الهادي، نتحدث عن توسع ألمانيا على حساب فرنسا وعلى حساب تشيكوسلوفاكيا وضمها للنمسا في إطار أنشلوز. كل هذه وتوسع إيطاليا على حساب الحبشة أو إثيوبيا، كل هذه الأمور جعلت من عصبة الأمم تظهر ضعيفة أمام هذه القرارات، لأنها لم تتخذ أو لم تقوم بأي رد فعل. عجز عصبة الأمم ظهر عندما انسحبت هذه الدكتاتوريات منها، وبالتالي لم تعد خاضعة لها. أكثر من ذلك، هذه الدكتاتوريات تجمعت فتشكلت الأحلاف، خاصة الأحلاف العسكرية. وهنا كنتكلم على حلف المحور، محور طوكيو برلين روما، أو ما سمي بحلف المحور، ويضم اليابان إيطاليا وألمانيا. شفنا الأسباب غير مباشرة، نشوفوا الآن. لاحظوا أنا كنتكلم على السبب، سبب ما كاينش حاجة سميتها أسباب. هناك سبب مباشر، أي سبب وحيد مباشرة بعده وقع الحدث. ليس بالضرورة أن يكون هذا الحدث هو أهم الأحداث، لكن هو الحدث الذي مباشرة بعده، أو كان ذريعة، أو كان فرصة لوقوع الحدث. بالنسبة للحرب العالمية الثانية، كان الحدث الذي أدى إلى وقوعها هو غزو هتلر لبولونيا من أجل استرجاع ممر دانزينغ. انطلقت الحرب في شتنبر 1939. مرت هذه الحرب بمرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى 1942، شهدت هذه المرحلة توسعات هتلر بأوروبا وتوسعات اليابان بالمحيط الهادي. ثم توالت هزائم دول الحلفاء، حيث مثلا تم الزحف على 75% من ألمانيا، تم قصف برلين، تم اجتياح بلجيكا وهولندا في 3 أيام تقريبا. لكن الأحداث الأهم كانت نهاية 1941 وبداية 1942، وهي غزو هتلر للاتحاد السوفيتي، الذي وازاه هجوم اليابان على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية. هذين الحدثين سيغيران مجرى الحرب، إذ سننتقل إلى مرحلة ثانية دامت ما بين 1942-1945. كانت أهم أحداثها دخول الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية للحرب إلى جانب الحلفاء، وبالتالي هذا شكل قيمة مضافة لها. تراجع دول المحور واسترجاع الحلفاء لأراضيها. لاحظوا ماذا أقول، تراجع دول المحور، استرجاع. في الأول كنا قلنا توسع دول المحور،
هنا كنتكلم على تراجع دول المحور، ونتحدث ليس عن توسع الحلفاء وإنما استرجاع أراضيهم. الحلفاء فقط يسترجعون أراضيهم، لكن الاتحاد السوفيتي سيسترجع فعلا جميع أراضيه، ويبدأ بعملية بعد تجاوز الاسترجاع، سيبدأ بعملية الزحف على أوروبا الشرقية وعلى جزء من المحيط، والولايات المتحدة الأمريكية ستزحف أيضا على جزء من المحيط الهادي. في الأخير سيكون هناك هجوم موحد على ألمانيا، ثم إلقاء القنبلتين، آسف الخطأ الطبعي، إلقاء القنبلتين الذريتين على اليابان، على هيروشيما وناكازاكي، حدثين سينهيان الحرب باستسلام ألمانيا وبعدها اليابان في 1945. آسف الخطأ الطبعي، انتهت الحرب. يجب الحديث هنا عن المحور الثالث وهو النتائج. الأكيد أن نتائج أي حرب ستنطلق بالنتائج البشرية. بشريا، وهنا نشوف فيها أو نقسمها إلى ما هو ديموغرافي وما هو اجتماعي. ديموغرافيا، ارتفع عدد القتلى والجرحى والمعطوبين نتيجة الحرب. حدث هناك خلل في البنية الديموغرافية بتراجع الذكور لأنهم الأكثر مشاركة في الحرب، وفئة الشاب لأنها الأكثر مشاركة في الحرب، وبالتالي كنتيجة طبيعية ارتفاع معدلات الإناث والشيوخ في الهرم السكاني الأوروبي. اجتماعيا، ارتفاع معدلات الفقر، ارتفاع البطالة وانتشار المجاعة على المستوى البشري. اقتصاديا، يمكن أن نفصل بين نتيجتين. نتيجة سلبية وهو ما حدث في أوروبا عندما تم تخريب البنية التحتية الاقتصادية الأوروبية من أراضي صالحة للزراعة، مناجم، مصانع، الشبكة الطرقية. أقول بنية تحتية اقتصادية، أي كل ما يحتاجه الاقتصاد. الاقتصاد في الفلاحة يحتاج إلى أراضي زراعية، في الصناعة يحتاج إلى مناجم ومصانع، في التجارة يحتاج إلى شبكة طرقية. إذن سيحدث تدمير لهذه البنية، بالتالي سيكون هناك تراجع للإنتاج الفلاحي لأنه لا يوجد أراضي زراعية، تراجع للإنتاج الصناعي لأنه لا يوجد مصانع ومناجم، وبالتالي تراجع للمبادلات التجارية. ولتعويض هذا النقص ماليا سيكون هناك ارتفاع الديون الخارجية. على العكس، الولايات المتحدة الأمريكية البعيدة عن بؤرة الحرب تضاعف إنتاجها الحربي لإنعاش سواء على المستوى الفلاحي أو الاقتصادي، بل وسينتعش القطاع البنكي لأنه هو الذي سيقدم القروض. ستبقى آخر نتيجة وهي النتيجة السياسية للحرب. أي حرب بالأكيد تغير الخارطة السياسية. تغيرت فعلا الخارطة السياسية للعالم عامة. مثلا هناك تقلص لي إمبراطورية اليابانية، ظهور دويلات جديدة بالمحيط الهادي، لكن التغيير المهم أهم أوروبا. كما قلنا، توسع الاتحاد السوفيتي، اختفت بعض دويلات أوروبا الشرقية، تقلصت حدودها كتقلص بولونيا مثلا، هناك تقسيم لألمانيا، إلى غير ذلك من التغييرات السياسية. كبديل لعصبة الأمم سيتم تأسيس هيئة الأمم كمنظمة للحفاظ على السلم العالمي والأمن العالمي. مواساة مع كل هذا، حدث هناك شيء جديد وهو انتشار للفكر الاشتراكي وتقويه بعد زحف الاتحاد السوفيتي. أتمنى أن تكون الأمور واضحة وتكون قدرت وتوفقت في أني نقرأ محاور الدرس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.